إلى ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه نظرا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري وبناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر بدءا من يوم غد الأحد ولمدة 3 أسابيع تعليق الحضور للمدارس الحكومية الخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي والاكتفاء بالتعلم عن بعد. وأضافت الوزارة أنه يستثنى من ذلك أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات التعليمية.